يعني بالتأكيد أن معركة جس النبض انتهت قريبا، وهي ما يعني نستطيع أن نقول أن العراق سيدخل يعني فيها بشكل كبير من خلال جر أمريكا إلى ضرب الساحة العراقية، إن كانت فصائل المقاومة العراقية هي من تريد ضرب الكيان الصهيوني أو القواعد والمصالح الأمريكية في العراق نيابة عن إيران. لكن ما سيحدث، وأعتقد أنه سيحدث في يعني قبل الانتخابات الأمريكية القادمة، وهو في منتصف الأسبوع القادم، سيحدث تصعيد كبير مع فصائل المقاومة العراقية ضد يعني المواقع الأمريكية، وليس ضد يعني المواقع الاقتصادية أو النفطية لبعض دول الجوار. وهذا ما سيحدث قريبا إن كان هناك رد فعلي من قبل إيران نحو الكيان الصهيوني. لكن هناك سيناريو آخر، وهو سيناريو التهدئة الذي يبحث فيه السيد السوداني، ومن خلال زيارته إلى تركيا ومحاولة يعني إبعاد العراق والنهي به عن هذه الصراعات المحتدمة ما بين الكيان الصهيوني وإسرائيل. لا ننسى أن العراق لا يمتلك الدفاعات الجوية للدفاع عن سمائه، وقبل فترة انتهكت سيادته طائرات الكيان الصهيوني وضربت إيران من خلال أجواء عراقية.